تقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتي الضحى يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي 10 مرات، وفي الثانية فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 11 مرة استوجب رضوان الله أكبر. هل هذا الحديث ضعيف أم لا؟ هذا الحديث باطل ولا أصل له، وصلاة الضحى سنة مؤكدة لكن ليست بهذه الصفة. طيب. أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ويكرر ذلك ما تيسر له، ثم يسجد ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويعتمد قائما ويطمئن ويقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما ورد، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ما تيسر له، ويدعو في سجوده ويدعو أيضا في ركوعه بعد أن يقول أن يأتي بالتسبيح الواجب، يدعو ويكثر من الدعاء في السجود في صلاة الضحى وفي غيرها. نعم.